طيب الأربع موضوعات اللي احنا قلناها دي أهم موضوعات، أسئلة كيس أو إم سي كيو، يعني هتلاقي كله تقريبا كله جاي منها. يعني سيستم كاسكليروزس كانت كيس مرة واحدة، تيجي إم سي كيو. الفاسكولايتس كانت كيس مرة واحدة وتيجي إيه؟ تيجي إم سي كيو. تمام، سيستم كاسكليروزس الموضوع كله، أو السكليروديرما الموضوع كله عبارة عن ديبوزيشن وفايبرس تيشو في السكين والبلود فيسل، يعمل لك سكارينج وفاسكولار اوبليتريشن اوف ايه اوف بلود فيسل سبيشالي السمول ارتريز. يبقى الباثوجينيسيس بتاع السيستميك سكلروز او سكلوديرم هو نفس الكلام، اوتو اميون سيستميك انفلاماتوري ديزيز، ليه كوتينيوس وايه واكسترا كوتينيوس. يبقى الموضوع هنا ايه؟ مينلي فايبروزس وسكارينج في الايه في السكين، اكسترا كوتينيوس اللي هو البلود فيسل، اعمل اوبليتريشن للايه السمول بلود فيسل. تمام، طيب احنا بس عندنا اللي بنقسمه نوعين، اما الليمتد او الديفيوز. ليمتد او الايه او الديفيوز ده بيجي فيها ام سي كيو كتير. الليمتد اللي هو بيبقى فيه الهاند والفيت والفيس، تمام، الابر ليم ما يعديش الايه ما يعديش الالبو، تمام، يبقى شايني ستريتشد سكين، جميل، ما يعديش الايه الالبو. ديفيوز بيبقى ايه الترانك، بيبقى ايه بيبقى افكت، بيبقى الهاند والفيت والفيس زائد الترانك، يبقى الديفيوز بيبقى فيه ترانك افكت. طيب ماشي، دي سهله. الام سي كيو الليميتد اللي هو بيبقى منه الكريست، بيبقى معاه بروميننت بالمونري هايبرتنشن، ده سؤال ام سي كيو. الليميتد بيبقى معاه بروميننت بالمونري هايبرتنشن، انما الديفيوز بيبقى ليس بالمونري هايبرتنشن، ده نمره واحد. نمره اثنين، الليمتد ليس كيدني افكشن، انما الديفيوز مور كيدني افكشن، ده تاني سؤال ام سي كيو في الفرق بين الليمتد والايه والديفيوز. نمره واحد، ان الليمتد بيبقى مور بالمونري عن الايه عن الديفيوز، يعني يبقى معاه بالمونري هايبرتنشن اكتر من الايه من الديفيوز فوق، ده نمره واحد. نمره اثنين، الليمتد بيبقى ليس كيدني، الكيدني ممكن تقول عليها سبيرد في الليمتد بس بتبقى مور افكتد في الديفيوز. نمره ثلاثه، الانتي بودي البوزيتيف في الليمتد اللي هو اسمه الانتي سنترومير، انما البوزيتيف في الديفيوز اللي هو الايه التوبو ايزومريز او الاس سي ال 70. نقول تاني، الليمتد بالمونري هايبرتنشن، الديفيوز ليس بالمونري هايبرتنشن، الليمتد ليس كيدني، الديفيوز مور كيدني. تمام، الليمتد بوزيتيف انتي سنترومير انتي بودي، ليمتد بوزيتيف انتي سنترومير انتي بودي. حاضر، الديفيوز الانتي اس سي ال 70 او سكليروديرما 70 اللي هو التوبو ايزوميريز. نقول تاني، يبقى انا عندي بالنسبه للسكين مانيفستيشن بيقسم لي الديزيز جزئين، اللي هو الليمتد والايه والديفيوز. الفرق بين الليمتد والديفيوز بيبقى الاثنين فيهم سكين افكشن، بس الديفيوز بياخد الترانك، الليمتد بيبقى ايه سبير ترانك، بياخد الفيس والهاند والفيت، بيبقى لحد الايه الالبو. تمام، انما الديفيوز بياخد الهاند والفيس والفيت بس معاه كمان الايه معاها الترانك، انما الليمتد سبير ترانك. طيب نمره واحد، نمره اثنين، الليمتد مور بالمونري هايبرتنشن، الديفيوز ليس بالمونري هايبرتنشن. طيب الليمتد ليس كيدني، انما الديفيوز مور افكشن للايه للكيدني. يعني بنقول سكليروديرما الرينال كرايسيس مع الديفيوز كوتينياس سكليروديرما اكتر من الايه من الليمتد. كنا قلنا في التريتمنت اوف هايبرتنشن ان السكليروديرما الرينال كرايسيس بياخد ايس انهيبيتور. طيب ده سؤال مش كده برضه. طيب الليمتد الانتي بودي بيبقى بوزيتيف في الليمتد او سبيسيفيك في الليمتد فورم الانتي سنترومير. طيب نفتكرها ازاي؟ ليمتد يبقى سنتر، ليمتد يبقى ايه؟ يبقى سنتر. تمام، والثاني اللي هو السكليروديرما كلها 70 انتي اس سي ال 70 او اسمه الثاني التوبو ايزوميريز. طيب يبقى ده الكوتينيوس مانيفستيشن، بيبقى السكين ستريتشي ادهرنت
او tied to the underlying structure تمام، والفيس بيبقى ماسك فيس وسمول فيش لايك ماوس. سمول فيش لايك ايه؟ فيش لايك ماوس. ممكن نجيب لك القصه دي ويقول لك ايه الدياجنوزس. اول ما تلاقي مع العيان كريست الكريست يبقى ده ايه؟ يبقى ده يبقى ده الليميتد. الكريست اللي هو الايه؟ الكالسينوزس اللي بيبقى موجود في في السكين تمام، بيبقى فيه شايني اريا في سكين بسبب الكالسيوم ديبوزيشن. نمره 2 الار اللي هي الرينود فينومينا. نمره 3 الاي للاسوفجيال ديس موتيليتي. نمره 4 الايه؟ السكين الاستريتشي سكين. نمره 5 التي اللي هي التلانجكتيزيا. تلانجكتيزيا ده بيبقى موجود مع الايه؟ يعني الاسوفجيال ديس موتيليتي او الديسفيجيا تبقى اكتر مع الايه؟ مع الليميتد عن الايه؟ عن الديفيوز. يبقى ده الكوتينيوس. الكوتينيوس قلنا السكين بيبقى في الفينجر والفيس الابر ليم واللور ليم. سبيرنج الترانك ده الليميتد، واخد الترانك ده الديفيوز، وقلنا الفرق ما بينهم. اهم حاجه الانتي بادي الليميتد سنترومير، انتي سنترومير. الديفيوز اللي هو الايه؟ توبو ايزوميريز او الاس سي ال السكيلوديرما كلها. طيب الجي اي تي يجي لي ازاي؟ يجي لي الاسوفيجيال ديسموتيليتي او الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز. الانتستين يعمل لي مال ابزوربشن. ليه؟ لانه بيقلل الانتستينال موتيليتي، يعمل لي بكتيريال اوفر جروث تمام. الكونستيبيشن في الايه؟ في اللارج انتست. طيب الكارديو فاسكولار بريكارديال بريكارديتس افيوجن مايوكارديال مايوكارديال فايبروزس، يعمل لك ريستريكتيف كارديوميوباسي. كنا قلناها في الايه؟ في الريستريكتيف كارديوميوباسي. ممكن يعمل ايه؟ اي اندوكارديال ديزيز ميترال ريجيرج او تريكوسبيد ريجيرج تمام، بسبب الثيكنس اللي بيحصل في او السبازم اللي بيحصل في الوول بتاع البلاد فيسل. كومن يبقى معاه رينود ريلت فينومينا. بالور سيانوزس رياكتيف هايبريميا. بالور سيانوزس رياكتيف هايبريميا ده اللي هو الرينودز اللي هو جزء من الايه؟ من الليميتد فول. بالمونري interstitial lung disease ماشي. بلوريزي وبريكارديال افيوجن ماشي. ما ننساش البالمونري بالمونري هايبرتنشن. ننساش البالمونري بالمونري هايبرتنشن. طيب الكيدني اهم حاجه المالجنانت هايبرتنشن اللي بنقول عليه سكليرودرمال رينال كرايسيس. سكليرودرمال رينال كرايسيس وقلنا في المالجنانت هايبرتنشن ده بيتعامل معانا ايه؟ الاس الاس انهبيتور. لونج ران يدخل، ممكن يدخلنا في اكيوت او كرونيك. اكيوت او كرونيك كيدني ديزيز الجنرال الماسكولوسكيليتال ممكن يبقى معاه مايوباسي او ارثرالجيا اكتر من ارثرايتس. ماسشيتوز ارثرالجيا اكتر من ارثرايتس. الانفستيجيشن السي بي سي هتلاقي العيان نورموسيتك نورموكروميك انيميا. الكرونستي اوف ذا كرونيك ديزيز ده نمره 1. نمره 2 اكيوت او كيدني انجري هيديك النورموسيتك نورموكروميك انيميا. نمره 3 التريتمنت بالنون ستيرويد بالستيرويدز بيعمل bleeding peptic ulcer يدينا microcytic hypochromic anemia. جميل. طيب ال ESR هيبقى markedly increased اكتر من ايه؟ من 100 في كل الكولاجين ديزيز. طيب السيرولوجي اللي هو تو دايجنوز، احنا قلنا الايه؟ السنترومير في الليميتد والاس سي ال 70 في الايه؟ في الديفيوز. قلنا الاي ان اي ممكن يبقى false positive. روماتويد فاكتور ممكن يبقى false positive. جميل. طيب to detect a complication نعمل العيان باريوم اسوالو هيديك الايه؟ الدايليتد اسوفاجس. نعمل عيان شست اكس راي هيدينا الانترستيشيال لانج ديزيز. نعمل عيان ايكو، يعني هي نفس الايه؟ نفس الانفستيشن، نفس الكوزس اوف انيميا بتاعت السيستميك فاسكولايتس. واحده الكولاجين ديزيز كلها واحده. كرونيك النس يعمل لك انيميا اوف كرونيك ديزيز. العيان بياخد دايما اميون سبريسنت وستيرويد او نون ستيرويدال، يدخل العيان في جاسترايتس وجاستريك ايروجن وبليدنج بيبتيك ألسر مايكروسيتيك هايبوكروميك ايرون ديفيشنسي. معظم او كل الكولاجين ديزيز فيها سيستميك افكشن على الكيدني، يديك اكيوت او كرونيك كيدني ديزيز. يدخلك في انيميا اوف كرونيك النس، انيميا اوف كرونيك كيدني ديزيز بسبب الاريثروبويتين، يدينا نورموسيتيك نورموكروميك ايه؟ نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. تو ديتكت كومبليكيشن نفس الكلام اللي قلناه في اي سيستميك لوب، بس هيتقال هنا كمان شست اكس راي بلورال افيوجن او انترستيشال لانج ديزيز او كارديوميجالي في العينين بريكارديال افيوجن او العينين اللي عندهم رايت سايد هارت فيلير او رايت سايد دايليتيشن سبورتر هايبرتنشن.
تعمل العيان ايكو عشان الرايت سايد او البريكارديتس او البريكارديال افيوجن، يعني عشان الامبيرد موتيليتي في الاسوفجس ممكن تدي دايليتد اسوفجس في الباري مسواله، يديك ايه؟ يديك دايليت اسوفجس. ليه الانفستيجيشن تخت كومبليكيشن كلها واحده، التريتمنت في السبيسيفيك اللي هو الاستيرويد والاميون سبريسنت. في الانتي فايبروتيك، يعني الانتي فايبروتيك ممكن تيجي سؤال ام سي كيو، البنسلامين هاز انتي فايبروتيك افكت في السيستميك سكلروزس او سكلودين، البنسلامين له انتي فايبروتيك افكت، البنسلامين له انتي فايبروتيك افكت. طيب الرينوتس فينومينا كسيمتوماتيك تريتمنت، تاخد كالسيوم شانل بلوكر او الالفا بلوكر، بس مفيش حاجه اسمها بيتا بلوكر في العيانين اللي عندهم رينوتس ديزيز. يبقى السبيسيفيك تريتمنت ستيرويدز اميون سبريسنت، البنسلامين انتي فايبروتيك، ده سؤال تيجي ام سي كيو. الرينوتس كونترا انديكيتد ضد العيانين بيتا بلوكر، العيان بيبقى انتي هايبرتنسيف ما ينفعش تدي البيتا بلوكر. اولا البيست انتي هايبرتنسيف بكنترول البيشنت الاس انهبيتور، ده نمره واحد. نمره اثنين عشان العيان لو عنده رينوتس فينومينا فانت ما ينفعش تدي البيتا بلوكر، لازم تدي الكالسيوم شانل بلوكر او الايه او الالفا بلوكر. ده موضوع. الموضوع الثاني الدرماتومايوسايتس والبولي مايوسايتس، تمام؟ يعني الاثنين زي بعض، لو في مايوسايتس ومعاها سكين يبقى درماتومايوسايتس، مايوسايتس بس يبقى ده الايه البولي مايوسايتس. يبقى العيان عنده مسل مانيفيستيشن زي المسل بين تندرنس والبروكسيمال مايوباسي، مسل بين تندرنس والايه والبروكسيمال مايوباسي، ده البولي مايوسايتس. طيب لو معاه سكين مانيفيستيشن بيبقى في حاجه اسمها هيليوتروب راش والجترون بابيول والفي ساين والشاول ساين، دي ممكن تيجي ام سي كيو. الهيليوتروب راش اللي هو فيوليشيس راش، وكله فيوليشيس راش بيبقى اراوند الايه اراوند الاي والتشيك والاي والنوز، ده الهيليوتروب راش. جميل. طيب جاترونز بابيول فيوليشيس او اريثيمتس بابيولز اوفر ذا نكلز، نكلز في الايه في الفينجر يبقى عليها الجاترون بابيول. طيب الفي ساين دي اوفر ذا تشست راش، واخد الفي شيبد اريا اوفر ايه اوفر ذا تشست. الشاول ساين نفس الراش اريثيمتس راش بيبقى بس اكتر على الايه على الشولدر والابر باك، على الشولدر والابر باك. يبقى البوليمايوسايتس معاها سكين ومعاها المسل، المسل بيبقى فيه مسل بين وتندرنس وفيتشرز اوف بروكسيمال مايوباسي، تمام؟ وده البوليمايوسايتس، ده المايوسايتس الجزء بتاع المايوسايتس من الدرماتومايوسايتس. طيب لو في ديرمال او سكين مانيفستيشن يبقى الهيليوتروب راش ريثيمتس راش او فيوليشيس راش اراوند الاي وبياخد التشيك. حاضر. يبقى نكتب الهيليوتروب والجترون بابيولز والفي ساين والشاول ساين كلهم فيوليشيس او اريثيمتس راش. الهيليوتروب الاي وياخد النوز والتشيك، جاترون بابيول عند النكلز بتاعت الفينجر، الفي ساين في جيبت اريا اللي على التشست، شاول ساين اللي هو بيبقى نفس الراش ده بس اوفر ذا باك والشولدر، الباك والايه والايه والشولدر، ده مع الدرماتو الجزء الدرماتو بتاع الدرماتو مايوسايتس. لما تلاقي عيان اولد ايج ومعاه درماتو مايوسايتس يو شود كونسيدر سكندري مالجنسي، اي سكندري مالجنسي برونكوجينيك كارسينوما كولونيك كانسر اي سكندري انسيدنس اوف مالجنسي وذ درماتو مايوسايتس او بولي مايوسايتس بيزيد في الايه في الالدرلي. ده البرزنتيشن. الا نعمل العيان الايه الحاجات بتاعت المصل انزيم سي كي والحاجات بقى النون سبيسيفيك الاي اس تي، وتلاقي الاي ال تي شويه عالي بس الاي اس تي اهم، ونلاقي ال دي اتش مع اي سيلر ديستركشن
CK وحاجة اسمها ألدوليز إنزيم. طيب إيه اللي بيتعمل؟ ما تنساش CK ده مهم جدا. عيان عنده تندر مصل تعمل له على طول الايه CK تمام عشان الايه المايوسايتس. طيب في انتي بودي سبيسيفيك للبوليمايوسايتس او الدرماتومايوسايتس؟ يس، حاجه اسمها الانتي جو والانتي ام اي 2. الانتي جو والانتي ام اي دي حاجات معناها مصل انجري. خلاص مصل انجري ممكن تبقى primary polymyositis أو secondary myositis. أي autoimmune disease هيعمل لك associated secondary myositis تمام. طيب لو أنت شكيت بقى في الدرماتوميوسايتس أو polymyositis primary disease يبقى نعمل الأنتي جو أنتيبادي والأنتي إم أي 2 أنتيبادي. لو الدنيا اتصعبت في الإم سي كيو ممكن نتسأل فيهم، إنما إيه دي حاجات أكبر منها شوية تمام، بالأنتي جو والأنتي إم أي 2. طيب إيه تاني بيتعمل؟ بنعمل المصل بايوبسي والاي ام جي. يبقى الانفستيجيشن الانزيم بتاعت المصلز او الحاجه اللي بتقول لك في مصل ديستركشن ال دي اتش سي كي مهم جدا ال دي اتش والاي اس تي شويه الاي ال تي في حاجه اسمها الدوليز. طيب مصل بايوبسي كويس والاي ام جي ما فيش مشكله. طيب مش مهم الايه الباترن الموجوده في ابنورمال باتر انفلتريشن بانفلاماتوري سيلز كوز مسل دامج ماشي. طيب نيجي بقى على السبيسيفيك انتي بودي الانتي جو انتي بودي والانتي ام اي 2 يعني افتكرها انتي ميو مش مشكله. انتي جو والانتي ام اي 2 جميل. تريتمنت ستيرويد اميون سبريسنت زائد ديزيثيرابي. ستيرويد اميون سبريسنت زائد ديزيثيرابي. ممكن تلاقي قبلك حاجه اسمها اوفرلاب سندروم. يعني اوفرلاب سندروم يعني اكتر من واحد من اي كولاجين ديزيز. اوفرلاب اكتر من واحد اني كولاجين. طيب الميكسد كونكتيف تيشو ديزيز ده بيبقى معاه فيتشرز اوف لوبس زائد سكليروديرما سيستميك سكليروزس زائد البوليمايوسايتس. ده بنقول عليه ميكسد كونكتيف تيشو ديزيز. يبقى الميكسد كونكتيف تيشو ديزيز غير الاوفرلاب. الاوفرلاب اي كولاجين ديزيز روماتويد ارثرايتس مع سيستميك لوب مش مشكله. ارثرايتس سكليروديرما مع سكليروزيز. انما لما يتقابل سيستميك لوب مع سكليروديرما مع بوليمايوسايتس اقول عليه ميكسد كونكتيف تيشو ميكسد كونكتيف تيشو ديزيز تمام. احنا خلصنا الحاجه اللي لها علاقه بالجوينت ناقص الفاسكولايتس. حاجات الكومم تيجي مونو، حاجات الكومم تيجي اوليجو، حاجات الكومن اللي بتيجي ايه بولي. واحد اثنين ثلاثة أربعة من خمسة. المونو اللي هو السبتك ده الديفرنشال دايجنوزس للجاوت والسودو جاوت. يبقى السبتك الجاوت السودو جاوت التروماتيك والاوستيو ارثروزس او الاوستيو ارثرايتس. يبقى دي الكوزس اوف مونو ارتيكولار سيبتيك. اهم حاجه سيبتيك الجاوت سودو جاوت الاوستيو ارثروزس. اصل يعني ما فيهاش كلام كتير، ما فيهاش تريتمنت كتير، انفستيجيشنز كلها ان سبيسيفيك ما بيتقالش فيها حاجه. هنقولها دلوقتي يعني السيبتيك الجاوت السودو جاوت ده
بقول تاني، يبقى ال اوليجو اسف مونو. طيب خلي هن مونو اوليجو بولي. المونو اللي هو السيبتك، الجاوت والسودو جاوت، ونقول التروماتيك والاوستيو ارثروزس. التروماتيك والايه والاوستيو ارثروز. طب الاوليجو، اهم حاجه في الاوليجو السيرو نيجاتيف. سيرو نيجاتيف اهم حاجه في الاوليجو السيرو نيجاتيف، تمام. وممكن يجي بالاوليجو الروماتويد ارثرايتس، ده السكند. بس الموست امبورت معلش نقول تاني، نقول تاني، إما المونو الأوليجو البولي. مونو أو الأوليجو أو البولي. المونو اللي هو الجاوت، السودو جاوت، السبتك، التروماتيك، الأوستيو أرثرايتس. الأوليجو أهم حاجة الأنكيلوزنج سبونديلايتس أو الإيه السيرو نيجاتيف. السيرو نيجاتيف. طيب البولي لو السيستميك لوبس، روماتويد ارثرايتس، تمام، والفيرال ارثرايتس، جميل، والروماتيك فيفر ممكن تيجي بولي او تيجي كمان ايه اوليجو. يبقى الانكلوزنج سبوندلايتس احط معاها الروماتويد ارثرايتس وشويه الروماتيك ايه روماتيك فيفر. طيب يبقى الكومن كوز اوف مونو اللي هو السبتك، الجاوت، السودو جاوت، التروماتيك، الاوستيو ارثرايتس، ده ما فيهمش اي فصال. البولي سيستميك لوبس، روماتويد ارثرايتس، الفيرال، جميل، شويه الايه الروماتيك فيفر، ممكن السيرو نيجاتيف تيجي بولي. بس الكومن بريزنتيشن اوف سيرو نيجاتيف اللي هو الايه الاوليجو ارثرايتس. نمره واحد. نمره اثنين بنقسمها سيمتريكال واسيمتريكال. طيب سيمتريكال والاسيمتريكال ده بيبقى للاوليجو او البولي. طيب اللي بيجي سيمتريكال الروماتويد ارثرايتس والسيستميك لوبس والفيرال. الاسيمتريكال كومن اللي هو السيرو نيجاتيف. الاسيمتريكال اوليجو او ممكن يبقى ايه يبقى بولي اللي هو الايه السيرو نيجاتيف. انما السيمتريكال يوجوالي روماتويد ارثرايتس، سيستميك لوبس او الايه او الفايرال. تعال نقول تقسيمه ثانيه عشان ما ننساش بس كوزز اوف اوف ارثروباسي او ارثرايتس. نمره واحد اما انفكتيف، نمره اثنين اميون ميديتد، نمره ثلاثه ديجنريتيف، نمره اربعه ميتابوليك، نمرة خمسة أذرز. الانفكتيف إما بكتيريال أو فيرال. بكتيريال اللي هي السيبتيك أرثرايتس، إما بكتيريال أو فيرال. البكتيريال موست كومن اللي هو الإيه سيبتيك أرثرايتس. طيب رياكتيف، أيوه رياكتيف أرثرايتس، بس مبقاش فيها إيه بكتيريال، مبقاش فيها إيه أي بكتيريال، إن ده خلاص ده أولد إنفكشن ودي رياكتيف للإيه للإنفكشن. طيب الجونوكوكال يبقى الموست كومن اللي هو الإيه سيبتيك أرثرايتس. سيبتيك أرثرايتس ممكن تبقى أون توب أوف تروما اللي هي الموست كومن أورجانيزم، هيبقى الستاف، تمام. نمرة اتنين السكند أورجانيزم يبقى الإيه الستريبت أو الجونوكوكال. يبقى
دي الانفكتيف او السيبتيك بكتيريال ايه بكتيريال ارثرايتس بالستاف او الستريبت جونوكوكاي او الايه او الـ او الايه او الستريبت. طيب بدل البكتيريا لو سيبتيك ارثرايتس بيبقى العيان عنده المانيفستيشن بتاعت السبسس سيفير فورم اوف مونو ارثرايتس سيفير فورم اوف مونو ارثرايتس ريدنس هوتنس تندرنس ايديما اند سويلنج وليميتيشن اوف موفمنت مع الجنرال مانيفستيشن فيفر انوركسيا هيديك وماليز اب تو ان البيشنت يدخل في ايه سيبتيسيميا سبيشالي مع الهايلي فيرولنت اورجانيزم اللي هو الايه الاستاف. تسحب السينوفيال فلويد تلاقيه تيربد. لا السينوفيال فلويد ايه تيربد وريتش ان وايت بلود سيل والايه والبوليمورف. التريتمنت درينج اند انتيبيوتيك. التريتمنت بتاع السيبتيك ارثرايتس او السبيوريتيف ارثرايتس درينج اند ايه انتيبيوتيك. طيب يبقى ده البكتيريال. الفيرال زي الفيرال السيتوميجالو والابشتاين بار الانفكشوس مونوكلوزس او الايه الاتش اي في الهيباتيتس فيروس يديك ايه اكسترا هيباتيك ارثرالجيا او ايه او ارثرايتس. يبقى ده الانفكتيف كوز بكتيريال او فيرال. في حاجه اسمها اللايم ديزيز. اللايم ديزيز بيبقى سبايروكيتال انفكشن بيجي بالايه بفيفر وراش سكين راش اريثيمات سكين راش ومعاه ايه جوينت ارثرايتس او جوينت ايه مانيفستيشن. يبقى البكتيريال والفيرال سبايروكيتال انفكشن بيجي بالايه ده الانفكتيف كوزز اوف ارثروباسي. نمره واحد. نمره اثنين الاميون روماتيك فيفر الروماتويد ارثرايتس روماتيك فيفر السيستميك لوبس كل الحاجات اللي احنا قلناها من شويه السكليروديرما الفاسكولايتس بولي ارثرايتس نودوزا بقى والايه كل السمول فيسل ديزيز او الميديم سايز فيسل انفكشن اللي هنقولها كمان شويه تعمل لك لكل الروماتولوجي اميون ميديتد ديزيز. نمره ثلاثه الديجنريتيف اللي هو الاوستيو ارثرايتس او الاوستيو ارثروزس. نمره اربعه الميتابوليك. ميتابوليك يعني اكيوت او كرونيك جاوتي ارثرايتس. اكيوت او كرونيك جاوتي ارثرايتس والكوزس اوف سودو جاوت زي الايه زي الهيموكروماتوز. يبقى الميتابوليك اكيوت او كرونيك جاوتي ارثرايتس والكوزس اوف سودو ايه سودو جاوت. الاذرز ما ننساش التروماتيك very important cause في الايه في نمره 2 الاف ام اف. نمره 3 الحاجات الكونجينيتال هنعرف فيها ايه اسماء وعناوين بسيطه. يبقى تروماتيك ما تنساش تروماتيك الاف ام اف الكونجينيتال واحنا قلنا في الهيماتولوجي الهينوخ شولاين بيربر هينوخ شولاين ايه بيربر تمام. طيب الكونجينيتال حاجه اسمها مارفان مارفان سيندروم اللي هو لايم ديزيز. لايم ديزيز بيبقى سكين راش وفيفر وارثرايتس. طيب نمره واحد من الحاجات الكونجينيتال اللي تعمل لي ارثروباسي هما ثلاث حاجات كبار مهمين اوستيوجينيسيس امبرفكت والمارفان سيندروم حاجه اسمها اهلر دانلوس بيبقى ويكنس في الكونكتيف في الكونكتيف ايه في الكونكتيف تيشو. جينيتيف ايه الاوستيو ارثرايتس الاوستيو ارثروزس ده هنقوله دلوقتي او الاوستيو ارثرايتس. طيب الاهلر دانلوس ده جنرالايزد ويكنس في الكونكتيف تيشو بيعمل في الجوينت حاجه اسمها هايبر موبايل جوينت. هايبر موبايل جوينت بسبب الايه الليجمنت. الفيرال هيباتايتس والانفكشوس مونونيوكليوزس والاتش اي في viral causes of infective arthropathy. طيب هقولهم تاني infective immune degenerative metabolic others infective bacterial viral أو parasitic أو spirochetal ال bacterial septic arthritis commonly the staph the strept بعد كده الجونوكوكاي. طيب ال viral ال infectious mononucleosis أو ال viral hepatitis أو الايه ال HIV. طيب اللايم ديزيز بيجي فيفر وراش سكن راش وايه وجوينت انفلاميشن او ارثرايتس. الاميون كل حاجات الكولاجين كل حاجات الايه كل حاجات الكولاجين ديزيز. السبتك ده البكتيريا سبتك يعني بكتيريا. اي حاجه حاجه تاني تبقى اسيبتك ما فيهاش ايه ما فيهاش بوليمورف زي ما قلنا في الجوينت اسبيرين.
طيب الاميون للحاجات اللي احنا قلناها روماتويد ارثرايتس روماتيك فيفر رياكتيف السيرو نيجاتيف او سيستميك ايه سيستميك لوبس. طيب ديجنريتيف للاوستيو ارثرايتس ميتابوليك اكيوت اند كرونيك جاوتي ارثرايتس دي اهم حاجه يجي بعد كده الايه السودو السودو جاوت. الاذرز زي التروماتيك اف ام اف هينوكش لاين كونجنتال كونجنتال ثلاث حاجات مهمين اوستوجينيسيس امبرفكت والمارفان مارفان سيندروم والايه والاهلر دان لوس سيندروم. يبقى الاوستيوجينيسيس امبرفكت اهلر دان لوس ويجي بعد كده الايه المارفان مارفان سيندروم. اوستيوجينيسيس او الاهلر دان لوس بيبقى ويكنس في الكونكتيف تيشو ومعاه هايبر موبايل هايبر موبايل جوينت سب ويكنس في السبورتيف كونكتيف تيشو. جميل. طيب نمره واحد نمره اثنين اوستيوجينيسيس ده الاهلر دان لوس. الاوستيوجينيس امبرفكت بيبقى هايبر موبايل جوينت ماشي عشان في ويكنس في السبورتيف تيشو وبيبقى معاه ديفورميتي بون ديفورميتي وفراكشر في جوينت. والاوستيوجينيسيس امبرفكت كمان بيبقى معاها البلو سكليرا حاجه سبيسيفيك ليها اللي هي البلو سكليرا. تمام. لما يجي لك عيان يقول لك عيان عنده فراكشر وجوينت مانيفستيشن وبلو سكليرا يبقى ده اوستيوجينيسيس اوستيوجينيس امبرفكت. المرفان عيان تول ستريتشر هاي اركيد بالات ومعاها الجوينت ارثرالجيا سبب ايه لوزنس للجوينت كله ديفكت في الايه في الكولاجين تيشو ومعاه ديسلوكيشن في اللينث ومعاه اورتيك ريجرج. يبقى المارفان سيندروم تول ستيتشر هاي اركيد بالات تول فينجرز اللي بيتقال عليها الاراكنو داكتلي. تمام. ديسلوكيشن في اللينث قلنا ديسلوكيشن في اللينث افتكر معاها على طول ديسلوكيشن في الجوينت يديك الارثرالجيا ومعاها في الهارت كومنلي اورتيك ايه اورتيك ريجرج. يبقى ده الكونجينيتال واحنا قلنا الهينوكش لاين بيربرا. الاف ام اف الفاميليال ميديترينيان فاميليال ميديترينيان فيفر العين بيجي لك بفيفر وسيروزايتس زي تشيست بين بيريتونايتس وارثرايتس. فيفر تشيست بين وبيريتونايتس دايما تلاقي عين مفتوح قبل كده يفتح يقول لك ده ابندكسايتس ما يلاقيش حاجه يشيل الابندكس ويقفل يجي له نفس الـ pain يرجع تاني. تمام. طيب سؤال ام سي كيو الكومن سايد افكت للاف ام اف امايلويدوزس عشان كده احنا بناخد الانتي انفلاماتوري اللي هو الكولشيسين. يبقى الاف ام اف فيفر وبريتونايتس وسيروزايتس يديك الايه بلوريزي والتشست بين يجي بريكاردايتس في سيروزايتس فيفر سيروزايتس. جميل. وارثرايتس فيفر سيروزايتس ارثرايتس. تمام. نمره واحد نمره اثنين كومبليكيتد بالامايلويدوزس نمره ثلاثه تريتمنت كولشيسين prevent the recurrence of acute attack and prevent the complication اللي هي الايه اللي هي الامايلويدوز prevent the complication هي الامايلويدوز. طيب كلمتين كده على الاوستيوارثرايتس ده degenerative disease اما primary اللي هو الايه degenerative disease الاوستيوارثرايتس او يتقال عليها osteoarthrosis ممكن يبقى primary idiopathic او ممكن يبقى secondary. idiopathic بيبقى usually في الاولد ايج في الاوبيز اولد ايج والاوبيز سكندري للاوبيزيتي او لجوينت ديفورميتي بيزود الانسيدنس اوف اوستيو ارثروسس في الافكتد جوينت. تمام. للتروما سبيشالي لو معاها انترا ارتيكولار فراكشر للاندوكراينال ديزيز زي الاكروميجالي حتى عين اكروميجالي تفحصه عشان تسمع الكريبتس اللي بيبقى موجود في الاوستيو ارثروسس الجاوت والروماتويد ارثرايتس والستيرويدز كل دي سكندري كوزز اوف اوستيو ارثروزس او اوستيو ارثرايتس. الاوبيزيتي والديفورميتي والدمج للجوينت سبيشالي الانترا ارتيكولار فراكشر اندوكراينال ديزيز الاكروميجالي. تمام. ده الكلاسيك اكزامبل والجاوت والروماتويد ارثرايتس ومن الدراجز الايه الستيرويدز من الدراجز الستيرويدز. تمام. الموست كومن joint affection اللي هي الويت bearing joints زي النيز
والهيبس. طيب الفرق ما بينه وما بين ال... ده سؤال ام سي كيو، ما بين الروماتويد ارثرايتس الديستال انترفيرنجال جوينت بيبقى ايه؟ بيبقى افكتد نمره واحد، نمره اثنين النودز اللي هي الايه؟ هيبرد النودز او بوتشرد نودز. انما هناك دي كانت السبكوتينيوس نوديولز بتبقى في الاكستنسور اكستنسور اسبكت، انما الهيبردنز نودز او البوتشرد نودز دي بتبقى في الايه؟ في الايه؟ في الفينجرز، بتبقى في الفينجرز. اهم حاجه هنا الديستال انترفرنشال جوينت نوت سبيرد افكتد، تمام؟ نوت سبيرد افكتد سبيشالي في البرايمري اوستيوارثرايتس. يبقى سبيشالي في البرايمري الديستال انترفرنشال جوينت بيبقى ايه؟ بيبقى كومنلي افكتد. جميل. السكندري اي جوينت افكتد بس اكتر بيبقى الويت، الويت بيرنج ايه؟ الويت بيرنج جوينت. طيب تعالى نقول البرزنتيشن يجي لك جوينت بين، جوينت ستيفنس انكريزد بالموفمنت وديكريز باي ريست. ده عكس الايه؟ عكس الروماتويد الانفلاماتوري ارثروباسي. يعني عيان الانكلوزنج سبونديلايتس البين والجوينت ستيفنس او الاكسيال سكيلتون ستيفنس يقل بالايه؟ يقل بالموفمنت ويزيد بالريست. دايما الانفلاماتوري ارثروباسي بتقل بالموفمنت وبتزيد بالايه؟ بالريست. انما الديستركتيف او الديجنريتيف بتزيد بالايه؟ البين والستيفنس، او البين يزيد بالموفمنت ويقل بالايه؟ بالريست. الاكزامينشن ممكن تلاقي العيان عنده تندرنس، لوكالايز تندرنس، يقل الرينج اوف موفمنت ويبقى عنده كريبتس ايه؟ كريبتس سنسيشن. الهيبردنز نودز والبوتشرد، البوتشرد بي مع البروكسيمال، البي في البوتشر مع البروكسيمال تبقى جنب البروكسيمال انترفرنجال ايه؟ جوينت. انما الهيبردن في الديستال، ديستال الاثنين دول بيبقوا باثوجنومونيك. يبقى النودز الهيبردن نود والبوتشر بيبقوا باثوجنومونيك للايه؟ للاوستيو ارثروزس. ما تنساش الديستال انترفرنجال جوينت بيبقى افكتد في الاوستيو ارثروزس، سبيرد في الروماتويد ارثرايتس، ويبقى افكتد في الايه؟ في السورايتك ارثروباسي. جميل. الانفستيجيشن كل حاجه نورمال ما عدا الايمجينج. الاي اس ار نورمال، السي بي سي نورمال، السي ار بي نورمال، الاي ان اي نيجاتيف، روماتويد فاكتور نيجاتيف، اليوريك اسيد نيجاتيف. انت لازم تعمل اكسكلوجن، ما تضمنش يمكن حاجه جايه لك باتيبيكال، اتيبيكال. انما الاكس راي في حاجتين مهمين، نمره واحد ناروينج اوف جوينت سبيس، نمره اثنين الاوستيوفايتس. الاوستيوفايتس اللي هو ايه؟ الليبنج او بوني بروميننس ات ذا مارجن اوف ذا جوينت، عند المارجنز اوف ذا جوينت بيبقى في حاجه اسمها الايه؟ الاوستيو osteophytes زائد narrowing of the ايه؟ of the joint space. narrow joint space دل ايه؟ دل اكس راي او الراديولوجيكال picture. انما other labs normal، يعني مفيش عيان osteoarthrosis يقول لك عنده الايه ان ايه، ممكن يبقى الان اي بوزيتيف كنورمال فاريانت، تمام؟ انما ما ينفعش مثلا يبقى الاي اس ار اكتر من 100 وتقول لي osteoarthrosis، ما يصحش، تمام؟ او يبقى العيان عنده other joint pain ومعاه strongly positive rheumatoid ايه؟ rheumatoid factor. لا، يبقى I must exclude rheumatoid arthritis. treatment يعني كله symptomatic، no effective treatment. نمرة واحد ال non-pharmacologic weight reduction و physiotherapy. weight reduction و physiotherapy. طيب في ال advanced cases اللي هو severe immobility او يبقى تعمل ايه؟ تعمل سيرجيكال للارثروبلاستي، سيرجيكال تريتمنت للارثروبلاستي. ميديكال تريتمنت سيمبتوماتيك انالجيزيا، سيمبتوماتيك نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هو الايه؟ انالجيزيك. طيب ندخل على ال على الفاسكولايتس. الفاسكولايتس نقسمها ثلاث حاجات، اما لارج فيسل وميديوم سايزد فيسل فاسكولايتس وسمول فيسل. احنا يفرق معانا الايه؟ السمول دي هي اللي بتيجي اكتر كام سي كيو، وبتيجي اكتر ك ممكن تيجي كيس، جت مره كيس. السمول بنقسمها حاجتين،
حاجه اسمها انكا بوزيتيف للانتي نيوتروفيل سيتوبلازميك انتي بودي بوزيتيف والايه والنيجاتيف والانكا نيجاتيف. الانكا بوزيتيف ثلاث حاجات مهمين: الشيرج ستراوس اللي هو الاسم الجديد بتاعه ايزينوفيليك جرانيولوماتوزس تمام وسبولي انجايتس ايزينوفيليك جرانيولوماتوزس وسبولي انجايتس. طيب الثاني اللي هو الفاجنر فاجنر جرانيولوماتوزس الاسم الجديد بتاعه جرانيولوماتوزس وسبولي انجايتس. اخر حاجه مايكروسكوبيك بولي انجايتس مايكروسكوبيك. فاكرين احنا جبنا سيره الثلاثه دول في حاجه اسمها بالمونري رينال سندروم بالمونري رينال سندروم. طيب السمول فيسل النيجاتيف بقى الانك اللي ما فيهمش الانتي نيوتروفيل سيتوبلازميك انتي بودي بوزيتيف الانك دي اما بي او سي. طيب هقول لك ان التشيرج ستراوس بدا بسي بس ما تقولش السي دي بي انكا بوزيتيف. الفاجنر ده السي انكا بوزيتيف المايكروسكوبيك بي انكا بوزيتيف. اقول لك بس ان البي انكا او السي انكا بيبقى بوزيتيف 60% من العيانين يعني بوزيتيف. يجي لك سؤال ام سي كيو يقول لك الانكا سي او بي بوزيتيف ان اول كيسز لا طبعا 60% من العيانين و40% بيبقى ايه بيبقى نيجاتيف. بس العيان لما يطلع معاه عنده مانيفستيشن للفاسكولايتس وعنده بالمونري مانيفستيشن ورينال مانيفستيشن وسكين مانيفستيشن واي مانيفستيشن وبريكارديتس وكارديوميوباثي وانترستيشيال لانج ديزيز وريد اي بينفول او بينلس ويطلع معاه البي انكا يبقى لازم اكونسيدر البي انكا. يطلع معاه السي انكا لازم اكونسيدر السي انكا. قبل كده قلنا ان البي انكا دي بتيجي مع اي كرونيك انفلاماتوري كونديشن. قلناها موجوده فين البي انكا؟ قلنا البي انكا في الانفلاماتوري ممكن تاني تلخبط هعيدهم تاني حاضر هقولهم تاني هكتبهم تاني حاضر. البي انكا موجوده في الانفلاماتوري باول ديزيز وتبقى موجوده فين؟ في البرايمري سكلروزنج كولنجايتس. ماشي نقول اللارج فيسل فاسكولايتس الميديوم السمول السمول بنقسمها بوزيتيف انكا او بيتقال عليها انكا بوزيتيف فاسكولايتس وبي نيجاتيف نيجاتيف انكا. بوزيتيف انكا عندي حاجتين اما بي انكا او سي انكا. السي بس الفاجنر الفاجنر جرانيولوماتوزس اللي هو الاسم الجديد بتاعه جرانيولوماتوزس وذ بولي انجايتس. من اسمه بيبقى فيه جرانيولر جرانيولوما فورميشن. طيب البي انكا مع انها بادئه بسي بس ما تبقاش سي لشيرج ستراوس والمايكروسكوبيك بولي انجايتس. شيرج ستراوس الاسم الجديد بتاعها اسمها ايزونوفيليك جرانيولوماتوزس وذ بولي انجايتس ايزينوفيليا ايزينوفيليك. يبقى لازم يجيب لك العيان عنده هيستوري اوف اي برونكيال ازمه uncontrolled سي بي سي فيها بريفرال بلاد ايزينوفيليا. ده الكلاسيك برزنتيشن بتاع شيرج ستراوس. التريتمنت بتاعهم كله واحد كلهم واحد ستيرويدز اميون سبريسنت في الهيموبسيس بيبقى بلازما اكستشينج تمام. طيب ده بي انكا سي انكا ده ام سي كيو. النيجاتيف نمره واحد احنا لسه قايلين الهينوخش لاين بيربرا. نمره اثنين قلنا من شويه البهست تمام والكرايوجلوبولينيميا وفي حاجه اسمها هايبر سنسيتيفيتي فاسكولايتس. طيب يفرق معانا في ده احنا قلنا الهينوخش لاين قلنا البهست مهمه قوي هنقول الايه الكرايو جلوبلينز. تعال نلم دول. عيان بيجي لك رينال وبالمونري يعني رينال امبيرمنت تمام ده نمره واحد اكيوت او كرونيك كيدني ديزيز مفيش مشكله. نمره اثنين فاسكولايت جلوميرولونيفرايتس ومعاه بالمونري مانيفستيشن هايبوكسيا
interstitial lung disease او معاه commonly hemopsis. commonly hemopsis. طيب كلهم بيجوا كده بس الفاجنر يبقى معاه جرانيولوما. وهقول لك على حاجه ام سي كيو يقول لك ديستركتيف جرانيولوما. ديستركتيف جرانيولوما تيجي في اي مكان في الريسبيراتوري سيستم، ممكن تيجي في البالمونري في البارينكما تديك ايه، تديك ماس في تشست اكس راي تديك ايه سوليتري لانج نوديول. سوليتري لانج نوديول ممكن العين يجي لك بهيموبسيس بسبب الايه. طيب الجرانيولوما دي اللي هي جوه البالمونري او البارينكما لانج تيشو تديك كافيتيشن، تدي ايه كافيتيشن. لما تدي جرانيولوما وديستركتيف في اللنج، جرانيولوما ديستركتيف في النيزل ساينسز العيان يجي لك بريكورنت اتاكس اوف سيفير ابيستاكسس. جرانيولوما ديستركتيف جرانيولوما في النيزل سيبتم تعمل لك ديستركشن للنيزل بريدج ديبريسد نيزل بريدج. يجي لك باي مانيفيستاشن من دول يبقى على طول ويقول لك ان العيان حاضر، اللي هي نفس المانيفيستاشن بتاعت السيستميك لوبس، لو جريد فيفر وانوركسيا وهيديكوماليز، الكارديوفاسكولار بريكارديتس مايوكارديتس، السكين الفاسكولاتيك سكين راش بيربيريك ايروبشن زي اللي بيجي في الهنا في شولاين بيربرا، تمام. على الريسبيراتوري سيستم بلوريزي وبريكارديتس، يجي لك العيان بانترستيشيال لانج ديزيز، جميل. على الاي يجي لك بالريد اي سواء بينفول او بينلس كونجنكتيفايتس او ايرايتس. دي الجنرال مانيفيستاشن بتاعت اي فاسكولايتس. نفس الكلام بتاع السيستميك لوبس بيتقال هنا بس بيبقى prominent presentation pulmonary renal kidney واللنج in the form of hemopsis in the form of hemopsis، تمام. وفي جرانيولوما يبقى ده الفاجنر او جرانيولوما تستيشو او جرانيولوماتوزس with polyangitis، تمام. اعمل الانكر، اعمل ال DNA يطلع نيجاتيف، اعمل ال DNA يطلع نيجاتيف، نعمل الروماتويد فاكتور يطلع نيجاتيف، نعمل الانكا سي تطلع سي انكا بوزيتيف يساوي فاجنرز جرانيولوماتوزس. يبقى جرانيولوما، تمام، ديستركتيف جرانيولوما ده الوصف بتاع ايه بتاع الفاجنر في اي مكان في البالمونري سيستم، البارينكمال او اللور ريسبيراتوري تراكت او الابر ريسبيراتوري تراكت في السينوسايتس او في النيزل بريدج. طيب جورج ستراوس العيان يجي لي بايه؟ عيان نون ازماتيك بدا يبقى بورلي كنترولد ومعاه peripheral blood eosinophilia، يبقى asthmatic poorly controlled peripheral blood eosinophilia زائد systemic manifestation of vasculitis. ما ننساش في العيانين vasculitis CNS peripheral neuropathy او يجي لك بالمونو نيورايتس او مونو نيورايتس multiplex. يعني ايه مونو نيورايتس؟ peripheral neuropathy عارفين tingling numbness bilateral في الهاند. طيب مونو نيورايتس او مونو نيورايتس مالتيبلكس عيان جاي لك بهاند دروب اللي هو الايه الموتور نيوروباثي في الريديان نيرف، او عيان جاي لك بفود دروب اللي هو الايه الكومن بيرونيال نيرف، او جاي لك بالاثنين، يبقى ده اسمه مونو نيورايتس مالتيبلكس. كذا بريفرال نيرف في ايه في كذا ديستريبيوشن، يعني مش ابر ليمب بس، لا ابر ليمب ولور ليمب. حاضر. يبقى التشيرج ستراوس عيان صغير في السن middle aged known asthmatic poorly controlled bronchial asthma او exacerbation recurrent attacks of bronchial asthma ومعها peripheral blood eosinophilia زائد systemic manifestation of a of vasculitis systemic manifestation بتاعت vasculitis. تعمل ال ANA يطلع negative، تعمل ال DNA يطلع negative، تعمل ال P ANCA يطلع على عيان ايه يطلع على عيان positive، يبقى ده الايه التشيرج ستراوس. البرزنتيشن بتاع مايكروسكوبيك بولي انجايتس زي البرزنتيشن بتاع التشيرج ستراوس والفاجنر، بس مينلي بالمونري وكيدني، تمام. ما فيهوش ايزينوفيليا، ما فيهوش جرانيولوما، معاها البي انكا. البي انكا بتبقى ايه؟ بتبقى بوزيتيف. التريتمنت بتاعهم كلهم سيستميك ستيرويدز نمره واحد، نمره اثنين كيموثيرابيوتيك ايجنت سايكلوفوسفامايد او ازاثيوبرين او سايكلوسبورين، نمره 3 البلازما اكستشينج ان كيسز اوف هيموبسيس، البلازما اكستشينج او البلازما فيرسز
في السيفير كونديشن زي الايه زي الهيموكس. يبقى الكورتيكوستيرويد والاميون سبريسن زي السايكلوفوسفامايد والايه والبلازما اكستشينج ان كيسز اوف هيموبسيس. نفس الكلام اللي قلناه على الانتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين انتي بودي. كورتيكوستيرويدز كيموثيرابيوتيك ايجنت السايكلوسبورين او السايكلوفوسفامايد او الازاثيوبرين. نمره 3 البلازما اكستشينج او البلازما فيرسز ان كيسز اوف ايه اوف هيموبسيس ان كيسز اوف ايه اوف هيموبسيس. طيب يبقى ده الايه السمول فيسل البوزيتيف انكا. احنا قلنا الهينكشن لاين قلنا البهست. مهم دلوقتي نقول الكرايو تمام. وممكن بعد ما نخلص الكرايو نقفل. يبقى فاضل لنا بس ال لارج فيسل والميديوم سايزد. دول كلمتين بساط ممكن نبدا بيهم بكره. طيب نقول بس الكرايو مهم ان ده بيبقى ايه ام سي كيو. تعالوا لك ان الكرايو دي فاسكولايتس بس نيجاتيف انك. ما ينفعش اقول كرايو والعيان ايه والعيان انكا بوزيتيف. كرايو جلوبولينز يعني دي ابنورمال اميونو جلوبولين تمام. بتبقى بريسيبيتيتد في السمول بلاد فيسل اون اكسبوجر تو كولد تمام. يبقى دي ابنورمال اميونو جلوبولين تبقى مالهاش علاقه بالريد بلاد سيل ماشي. بتبقى بريسيبيتيتد في الـ يعني الكومز تيست هنا نيجاتيف. الكرايو جلوبولين كومز تيست نيجاتيف. دي ابنورمال اميونو جلوبولين بتبقى بريسيبيتيتد في السمول بلاد فيسل اون اكسبوجر تو كولد تديك الايه الفاسكولايتس. يبقى فيها جنرال مانيفيستاشن اوف فاسكولايتس على الاي على السكين على الكيدني على اللنج تمام. نمره 1. نمره 2 بنقسمها 3 تايبس الكرايو. دكتور معلش بس صوت قطع. ممكن حتى تقول الكرايو معلش تاني؟ نقول تاني حاضر. يبقى احنا دلوقتي السمول فيسل فاسكولايتس بوزيتيف انكا بي انكا وسي انكا. النيجاتيف انكا الهينوفل لاين البهست الكرايو جلوبولينز. الكرايو جلوبولينز دي عباره عن انتي بوديز او اميونو جلوبولين اي جي او اي جي ام تبقى ديبوزيتد في السمول بلاد فيسل اون اكسبوجر تو كولد. اون اكسبوجر تو ايه تو كولد جميل. طيب مع زائد السيستميك بيبقى معاها سيستميك فاسكولايتس مانيفيستاشن اوف سيستميك فاسكولايتس رينال افكشن كاردييك افكشن سكين مانيفيستاشن سي ان اس مانيفيستاشن بريفرنت نيوروباثي او العيان يجي بمون نيورايتس مالتيبلكس يجي باكيوت او كرونيك كيدني ديزيز. بس الكرايو نيجاتيف انكا الاي ان اي نيجاتيف الدي ان اي نيجاتيف السي انكا والبي انكا نيجاتيف. نعمل السيرم كرايو جلوبولينز يقول لك السيرم كرايو جلوبولينز ايه بوزيتيف. طيب الكرايو جلوبولينيميا ثلاث انواع دي ممكن تيجي ام سي كيو تايب 1 تايب 2 تايب 3. تايب 2 و 3 دي بتبقى ايه secondary to infection زي الهيباتيتس سي فيروس والهيباتيتس بي فيروس. انما تايب 1 idiopathic او secondary to lymphoproliferative disorder malignant hematological disease زي الليمفوما هودجكن والنون هودجكن والمالتيبل مايلوما. يبقى التايب 1 ده idiopathic او secondary to lymphoproliferative disorder. طيب نعرف كده ان يبقى تايب 1 monoclonal antibody IgG IgM اسف تلاقي الايه الIgM او الIgG مونوكلونال يعني ام باند زي اللي رسمناها في الايه في المالتيبل مايلوما. بيبقى معاها IgM او IgG اي حد فيهم مع عيان لينفو بروليفيرتيف ديز اوردر وعنده فاسكو ليه عيان هودجكن ديزيز يبقى عنده رينال بلوريزي يبقى عنده بريكاردايتس يبقى عنده بيربريك سكن ايربشن احنا قلنا ريزد بالبابول بيربرا تمام. اعمل الكرايو جلوبولينز الاقي الكرايو جلوبولينز عاليه الاقي الكرايو جلوبولينز عاليه. عيان هودجكن ديزيز يبقى ايه معاه الاي جي جي والاي جي ام عالي الا في وجود الكرايو. يبقى هنا التريتمنت يبقى تريتمنت اوف ذا كوز ليمفو بروليفيرتيف ديز اوردر. يبقى ايه اعالج الايه المالجنت هيماتولوجيكال ديزيز. طيب تايب 2 او تايب 3 بيبقى commonly on top of infection hepatitis C virus hepatitis B virus. ده سؤال بيجي ام سي كيو. عشان كده treatment of type 2 او type 3 treatment of the cause اللي هو C وال B C and B. طيب وبندي العيان steroid والchemotherapeutic agent is زائد ناقص cyclophosphamide وفي resistant cases ندي plasma exchange.
يبقى تريتمنت هيباتيتس سي هيباتيتس بي، نمره واحد. نمره اثنين ستيرويد، تمام. نمره ويز او ويزاوت كيموثيرابي اللي هو الايه الاندوكسان او سايكلوفوسفاماي في الريزيستنت كيسز بلازما اكستشينج، المفروض ده يخف مع الانتي هيباتيتس سي او الانتي هيباتيتس بي. نمره ثلاثه يخف مع الانتي هيباتيتس سي او الانتي هيباتيتس بي تايب 1، يخف مع الايه كيموثيرابي في الايه في الـ في التريتمنت اوف ذا كوز. طيب احنا قلنا تايب 1 فيه اي جي جي او اي جي ام، الاثنين بيبقى واحد فيهم مونوكلونال يعني ماركت انكريز. طيب تايب 2 بيبقى فيه واحد مونو واحد بولي. واحد مونو اللي هو الاي جي ام بيبقى واخد الام باند دي كده، تمام. واحد بولي بيبقى واخد كده، يعني ممكن يبقى ده او ده، اما مونوكلونال اي جي ام او بولي كلونال اي جي جي. ثلاثه بيبقى كله بولي كلونال، يعني ما فيش الايه اللسان الطويل ده، بيبقى نفس الايه نفس التكتشر كده اللي هو بيبقى فيه هامب زي الايه زي الجمل كده، يبقى اي جي جي او اي جي ام. يبقى انا عندي الكرايوجلوبولينيميا سيستميك فاسكولايتس رينال كاردياك ريسبيراتوري سكن سي ان اس اي، تمام. عيان عنده هيباتيتس سي او هيباتيتس بي وبدا يبان عليها البكتشر اوف فاسكولايتس، ليه؟ اسحب السيرم كرايوجلوبولين يطلع لي في سيرم كرايوجلوبولين بوزيتيف، اسحب اشوف انهي واحد فيهم اي جي ام ولا اي جي جي، هل هيفرق في التريتمنت؟ لا، عشان بس احدد ده تايب 2 ولا تايب 3 مونوكلونال ولا بولي كلونال. في كل الاحوال حد العيان الانتي هيباتيتس سي او الانتي هيباتيتس بي، نمره اثنين الاستيرويد زائد ناقص ويز او ويزاوت الاندوكسان او سايكلوفوسفاميد كيموثيرابي، نمره ثلاثه في الريزيستنت كيسز بلازما اكستشينج، ادخل بقى اشيل كل الايه كل الانتي بوديز دي كلها. الفرق ما بين اثنين وثلاثه كايتيولوجي مفيش فرق، كبرزنتيشن مفيش فرق، كتريتمنت مفيش فرق، فرق بس ان اثنين بيجي فيه مونوكلونال باند اللي هو الاي جي ام مونوكلونال، انما ثلاثه كله بولي كلونال اي جي جي او اي جي ام، تمام. يبقى احنا كده فاضل لنا بس اللارج والميديوم سايزد، يهمنا فيهم التمبورال ارثرايتس، ويبقى كده تقريبا الروماتولوجي يبقى اتقفل. هنبدا بيهم بكره قبل الاسئله لان الدنيا بسيطه في الروماتولوجي ان شاء الله. حد عايز يسالني اي سؤال؟ احنا كده خلصنا النهارده. لا، ممكن يبقى لوحده او ممكن يبقوا الاثنين مع بعض، ممكن يبقى لوحده او ممكن يبقوا الاثنين مع بعض. الاي جي جي او الاي جي ام كل واحد فيهم لوحده. هنا في التايب 2 بيبقى الاي جي ام زائد ناقص البولي كلونال، انما هناك بولي كلونال كله الاثنين مع بعض او ايه واحد لوحده. تايب 1 اي جي ام مونوكلونال او اي جي جي مونوكلونال بس، ده او ده، انما تايب 2 البولي كلونال معاه مونوكلونال او لوحده، تايب 3 كله بولي كلونال. يعني يا دكتور في تايب 2 مونوكلونال اي جي ام بلس اور ماينس البولي كلونال؟ بولي كلونال. يعني الاساسي هو المونوكلونال في اثنين في تايب 2، ايوه، انما تايب 3 كله بولي كلون. طيب نتقابل بولي كلونال، يعني ما فيش الايه الماركت انكريز، ما فيش الايه اللسان الطويل ده، بيبقى فيه هامب، ده المونوكلونال، ده الشكل ده بنعرفه بالايه بالالكتروفوريسيس، بروتين الكتروفوريسيس يديك الايه ده مونوكلونال ماركت انكريز، انما البولي كلونال تبقى ايه هامب كده. طيب بكره هنبدا باللارج فيسل فاسكولايتس، كلمتين ورد غطاهم،
medium sized اللي هو عمال ال بولي ارترايتس، وكلمتين على الكواساكي بتاع الأطفال ده، ونبدأ بأمر الله بكرة الأسئلة. أي سؤال؟ دكتور الكريستال في السودو جاوت اسمها ايه؟ قولي تاني يا دكتورة كده. الكريستال اللي في السودو جاوت اللي هي رود شيبد، السودو جاوت رود شيبد بوزيتيف باير فرينجنت، رود شيبد والبوزيتيف بوزيتيف باير هي اسمها كالسيوم بايروفينيت ولا ايه؟ الكالسيوم بايروفوسفيت كريستال، كالسيوم بايرو فوسفيت كريستالز. تمام، شكرا يا دكتور. طيب نتقابل بكرة بأمر الله في ميعادنا، نبدأ مثلا ساعة زمن كده نكمل على الباسكولايتس، ونحل بقى ونحل الأسئلة اللي احنا بنحلها كل يوم. نتقابل بكرة بأمر الله.